مصر. في مثل هذا اليوم 1 يناير ولد هذا الرجل العظيم العميد الرك طارق محمد عبد الله صالح، القائد المخلص والمحب لوطنه ولشعبه الذي أحبه ويعتز ويفتخر به، وبأمثال من الأبطال المقاومة الذين أرخصوا أرواحهم من أجل الجمهورية اليمنية. فكل عام وأنت واليمن وشعب بخير ومنصورين بإذن الله. تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية. بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. اليوم في التاريخ هذا مولدك، يوم اشرقت شمس الوباء الفاتح، يوم اشرقت شمس الوباء الفاتح، يوم اشرقت شمس الوباء الفاتح. بالدمع عهدناك نتبع خطوتك، بالدمع عهدناك نتبع خطوتك، ونسير في نهجك ونبقى طايعين، ونسير في نهجك ونبقى طايعين. حنا مع قوات طارق صالح، رمز الحرس والقايد الأسطورة، يا الطوارق والعميد الطامح، ثم الروافض والقوى المهجورة. الجيش دي خلى الخميني طايع، برعب بعرض عالم المعمورة، صف المخاون هاك جايب راجع، دم انتهى خشم العدا مكسورة. يقود الوحش الشجاع الناصح طارق محمد واليمن جانا، وله موقف مناضل واضح، من حقنا نوقف مع طابورة. دامه توجه نحو صنع فاتح، ما واجب نوقف على حندورة. وانا مع جيش الحرس متسامح، ما تم دستور الوطن دستورة. لنا معارض له ولنا ماجح، كلا وله رايه وله منظورة. حنا مع قوات طارق صالح، رمز الحرس والقايد الأسطورة، جت الطوارق والعميد الطامح، ثم الروافض والقوى المهجورة. الجيش ذي خلى الخميني طايع، فرعب بعرض عالم المعمورة، صف المخاون هاك دايب راجع، ذم انه خشم العدا مكسورة. يقودها الوحش الشجاع الناصح طارق محمد واليمن جمهورة. جانا وله موقف مناضل واضح، من حقنا نوقف مع طابورة. دامه توجه نحو صنع فاتح، ما واجب نوقف على حنجرة. وانا مع جيش الحرس متسامح، ما تم دستور الوطن دستورة. لنا معارض له ولنا ماجح، كلا وله رايه وله